يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, afata ya jiratal alami, ya uhayal judi wal karami. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a daraji afata ya jiratal alami ya uhayal judi wal karami ya mujiranum bidal harami harami lisani wal hasani nanu min qawmin bisakan khaufihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ashani wa daraji afata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani قد سعيت
Bisa tolong
الْقَوْمِ وَالْمَوَاهِبِ 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 الدُّنْيَا وَيُنَادِي هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ هَلْ مِنْ تَائِبٍ وقد جاءوا بالدموع السواكب اللهم إنا بهم وتائب وقال بنفسه يعاتب اللهم إنا الذنوب إليه هارب اللهم لا يزالون بالاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب صلى الله عليه وسلم من القوم وهو خائب لا إله إلا الله وسبحانه وتعالى لمالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين لازم صلى الله عليه وسلم وعرض فطره على وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم قال آدم فيه نيل أعلى المراتب قيل هو قال نوح من النظرة ويهلك ما خلقه من الأهل والأقارب صلى الله عليه وسلم قال إسلام تقوم حجته على أبد الأصنام والنواصب صلى الله عليه وسلم قال موسى أخوه ولكن هذا أبي وموسى قريب ومخاطب صلى الله عليه وسلم قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوة تلك الهاجب صلى الله وسالت من مدامعها سهائي
Jami'ahum wa'idhu rata'ul atai
لاحت كواكب علم الخير مراقبا عجائب على بسرى باسم الهبائب فجسد أعطاف الركائب اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان من خصم صلى الله عليه وسلم يشرف المناصب والمواطب على ما منحنا المواهب واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث الى سائر الاعاجم والاعارب صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اولي المآثر والمناقب صلاة وسلاما دائما متلازما ياتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم اول ما نستفتح به راد الحديثين وردا عن نبينا كان قبره عظيما صلواته كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك ولسان القرآن الناقص أرحم الأميات الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما أتى آدم أودع ذلك النور في قيمته صلى الله عليه وسلم فقضي الله عز وجل إلى الحق في ظهر آدم وحملني في السفينة في صلب نوح وجعلني في صلب الخليل إبراهيم حين قذف فيه في صلى الله عز وجل ينظرني من الأصحاب الطاهرة إلى أرحام سبيلك الفاخرة حتى أخرجني الله من بين أبوي لم يستطيع على رأس سواه اللهم صل وسلم وبارك عليه الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عبد الأحبار أعلاني أبي الطواف إلا سفا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان صلى الله عليه وسلم يقص شعره ويتزر على وسطه يقول خير الأنبياء وأمته خير الأمم وفكر الله تعالى على شغل شرف يصف عند الصلاة كصفوفهم كالقتال وعدهم مصاحبهم نعمة قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء وفي يدخلون الجنة بغير حساب وفي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وفي يأتون بذنوبهم وخطاياهم ويقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزدوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال ويقال أنهم
Salam alaikum.
Ah.
husaini marhaban ahla wa salam marhaban ya khairul dari marhaban ahla wa salam marhaban ya khairul dari marhaban ahla wa salam marhaban ya الحسنات يا رفيع
ببركاتِ الهادي محمد يا الله أنت ستار المساوي يا الله وموكل العثرات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركاتِ الهادي
ذلك القراء صلى الله عليه وإذا تحدث فكأن المسك يخرج منه فيه صلى الله عليه وسلم ومن طريق عرف من ديه أنه قد مر فيه صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس بقي فيه أياما وإن تغيب صلى الله عليه وسلم وأحسن طيب وإن لم يكن قد تطيب صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فكأنه القمر بين النجوم يسهر صلى الله عليه وسلم فكأن الناس من نوره في أوان الظهر صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم وكان يرمو باليقين والأرملة صلى الله عليه وسلم فيه ما رأيت من ذي أمة سوداء صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقيل لبعضهم كأن وجه القمر كالقمر إذا لم يحل دونه القمر وخشي الكلام يا علم الهدى
Wasurna bidal hurmati wasurna wada fi zumrati wasamil ala sinatana fi madhihi wa nusrati wahina mutamasikina bil sunnati wa utadi wa amitna lahu bi wa jamaati Allahumma adhilna mahu jannata fa innahu awwalu man yadkhulha wa anzilna mahu fi kusurya fa innahu awwalu man yanzilha warhamna yawma yasra'ul khala'iki wa tarhamna Allahumma rizukna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna min al-ghafilina anka wa la al-qadrasina Allahumma la taj'al fi majlisina hadha ahadan illa wasata bima iltawbati dhunubah wasatarta birida ilma ufirati uyubah Allahumma innahu kana ma'ana fi sanati ma'udiyah ikhwanum ma'ana fi qadda wa anil musulamitiyah ولا تحرمهم من كبها جزاء وغدها اللهم ارحمنا إذا أصبنا من أصحاب القبور وافقنا لأعمالهم الصالحين يبقسنا وعلى ممر الدور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهنا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين وَأَتِمْ لَنَا مِنْكَ بِخَيْرٍ أَجْمَعِينَ اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة أهل الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرزق كريما لنا شافيا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظما بعدها أبدا واسرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي حقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأحياء منهم والأموات خصوصا إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا والذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب يسر ولا تعسر 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 رب اهدنا لنا بخير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله kita semua